السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم جولة جديدة من جولات قناة أقوى العروض في السعودية. الجولة بتاعتنا في أسواق العسيم، العروض الأسبوعية من يوم 1 فبراير إلى يوم 7 فبراير. باقي يوم على العروض وتخلص. هنشوف كده جولة سريعة على أهم العروض الموجودة، وهنبدأ بأهم عرض موجود على أرز الصنوايت المصري اللي هو 5 كيلو، نازل 5 كيلو من 40 ريال ل36.5، نازل 36.5 ال5 كيلو. في الوايت سوان نازل برضو 5 كيلو ب36.5. وايت سوان وسون وايت الاثنين نازلين نفس العرض 36.5 بدلا من 40 ريال. في ارز تاني موجود جودان اللي هو ده نازل ب 24 ريال بدلا من 26.5، طبعا كمية كبيرة خالصة منه. في هنشوف محطوط في مكان تاني اللي هو ده الأرز ده نازل ب 24 ريال، نازل ب 24 ريال. العرض في يوم واحد يوم الثلاثاء 7 فبراير العرض بيخلص. دي عروض الأرز. في عرض برضه كويس جدا على الزيت اللي هو نور زيت دوار شمس، ولكن لازم تكون عضو في اكتساب، يعني لو انت مش عضو ب 50 ريال، لو انت عضو في اكتساب ب 33 ريال اللي هو الزيت ده. زيت نور ده اللي هو 2000 اللي هو 2 لتر و700، 2 لتر و700. في عرض برضو على أرز الوليمة، أرز الوليمة اللي هو 10 كيلو، نازل من 84.5 ل75.5، من 84.5 ل75.5 أرز الوليمة 10 كيلو. في المكرونة اللي هي وفرة الحبة ب3 ريال، مكرونة وفرة 400 جرام الحبة ب3 ريال، 400 جرام. في الصلصة السعودية ونسبة كبيرة جدا موجودة منها، الواحدة ب15 ريال، الواحدة ب15 ريال اللي هي صلصة السعودية دي، الواحدة ب15 ريال اللي هي اتنين مع بعضيهم دي، اتنين مع بعض ب25 ريال. دي عروض على الصلصة السعودية. في عرض هنا على أرز المها، أرز بنجابي المها، عرض على برضو زيت شروق اللي هو 1.5 لتر ده نازل الواحد ب20 ريال، 21 ريال. عرض من الزيوت وعرض من الأرز، هو أرز المها ده اللي هو بنجابي نازل 10 كيلو 69 بدلا من 88 ريال. كمل معاكم عروض الزيوت. في زيت جولدن دوار شمس 1.5 لتر نازل ب20.5، وهالي برضو 1.5 لتر نازل ب20.75 هرلة 1.5 لتر. في زيت نور اللي هما الاتنين مع بعضيهم دوار شمس 1.5 لتر نازل ب51 ريال بدلا من 57 ريال. في اللي هما التلاتة مع بعضيهم نور برضو التلاتة مع بعضيهم ب46 ريال بدلا من 62 ريال. هالي ب21.5 احنا شفناه اللي هو الدرة ده، عافية اللي هو الدرة 1.5 لتر زائد 500 ملي مجانا، 2 زائد 500 ملي مجانا، لا واحد بس المفروض، واحد بس زائد 500 ملي مجانا ب31 بدلا من 34. في نور اللي هما الاتنين مع بعضيهم زيت درة ب48 ريال بدلا من 49 ريال. في نور الواحدة بس ب28 ريال ده 1.5 لتر. فيكتو 2 في 1.5 لتر ب44.5. دي عروض الزيوت.
عروض الزيوت في العسيم، العروض بتخلص يوم 3/7/7 فبراير. في هنا العربي اللي هما الاتنين مع بعضيهم 1.5 لتر، هما حاطين ال يعني المفروض الواحدة بس نازلة بـ20 ريال. في العربي اللي هما الاتنين مع بعض، واحدة مجانية 500 ملي بـ39 ريال، 39 ريال. دي أهم العروض اللي موجودة في الزيوت. نشوف السمنة، في سمنة مازولا 1 لتر نازلة بـ22 بدلا من 29 ريال، اللي هي مازولا 1 لتر نازلة بـ22 بدلا من 29. وسمنة اللي هي الشوكة والمعلقة دي 2 كيلو نازلة بـ40 بدلا من 45، 40 بدلا من 45. في ايه تاني، دي اللي هي عروض السمنة، دي عروض السمنة. في العروض الزيوت اللي هي الأحجام الكبيرة، في زيت هالي 5 لتر نازل بـ70 بدلا من 82. زيت هالي ده زيت دوار شمس. في زيت نور اللي هو 9 لتر نازل بـ141 ريال بدلا من 150. زيت نور. في زيت هالي 16 لتر نازل بـ169 بدلا من 179. دي عروض اللي هي الجملة او العروض الكميات الكبيرة. في مازولا 9 لتر بـ124 بدلا من 177. مازولا. دي عروض، احنا كده شفنا عروض السمنة وشفنا عروض الزيوت. طيب نشوف عروض زيت الزيتون بسرعة كده برضو، احنا بنشوف جولة سريعة، جولة سريعة لان احنا طبعا اخر يوم في العروض. في زيت الجوف، زيت زيتون الجوف 500 ملي بـ26.25، 26.25. في برضو رحمة عضوي 500 ملي بـ24.5 بدلا من 30 ريال. احنا عايزين نشوف اقوى عرض، في اللي هو الاسباني ده نازل بـ13 ريال بدلا من 22 ريال، اللي هو ده الاسباني ده 500 ملي نازل بـ13 بدلا من 22، يعني خصم 10 ريال، فيعتبر عرض حلو جدا. في بيتوتي اللي هو الـ2 لتر ده نازل بـ60 بدلا من 73 ريال. بيتوتي زيت بكر ممتاز، واحنا عاملين فيديو حلو جدا على ازاي تختار افضل نوع زيت زيتون، يا ريت الناس كلها تشوفه عشان في حاجات حلوة جدا شرحينها. يعني في زيت زيتون فيكتوريا بكر ممتاز 500 ملي نازل من 23 لـ19.5. البكر الممتاز. في الجوف اللي هو العضوي ده 1 لتر نازل 52.25 بدل من 61.5. في السوسن اللي هو الـ2 لتر ده نازل بـ58 بدلا من 83 ريال. السوسن. في برضه هنا بيتوتي، بيتوتي ده نازل 500 ملي نازل من 21.25 لـ14 ريال. وفي زيت السوسن، ادي بيتوتي والسوسن هو 500 ملي، السوسن نازل من 23 لـ15 ريال. وطبعا احنا شفنا الاسباني ده، يعتبر دول افضل تلات عروض، اللي هو السوسن وبيتوتي واللي هو بنقول عليه الاسباني ده. في غصن الذهب نازل بـ6.5 اللي هو 250 ملي، والكمية طبعا مفيش منه يعني خالص، الكمية بتاعته خالصة. في رحمة اللي هو الرحمة اللي هو الـ2 لتر، لا مش رحمة الـ2 لتر اللي نازل عليه عرض اللي هو 500 ملي، 500 ملي. في نوع اسمه تاتكو زيت عضوي 500 ملي نازل من 22 لـ19.5. دي كل عروض زيت الزيتون او العروض المهمة جدا في زيت الزيتون. ما احنا كده شفنا الزيوت اللي هو زيت دوار شمس، زيت ذرة، وشفنا زيت الزيتون، وشفنا السمنة، وشفنا الأرز المصري، العروض اللي هي على الأرز المصري. شفنا الأرز اللي هو، هنشوف بقى باقي عروض الأرز. في أبو كاس هنا، أبو كاس اللي هو 5 كيلو، 5 كيلو ناس كتير واخدة منه، هو 5 كيلو نازل من 42.5 لـ34 ريال. أبو كاس اللي هو 5 كيلو. في ده زيت دوار شمس اللي هو الـ2 لتر.5 و500 مجانا بـ46 بدلا من 62 ريال. نشوف عروض
الأرز اللي هو بسمتي، عروض الأرز اللي هو بسمتي، هنشوف أقوى العروض الموجودة. شفنا احنا اللي هو أبو كاس 5 كيلو نازل 34 بدلا من 42، وفي اللي هو أبو كاس 10 كيلو 77 بدلا من 82، بدلا من 83، 77 بدلا من 83. وفي بنجابي المهيدب، بنجابي المهيدب 10 كيلو 88 ريال، 88 ريال. وفي الوليمة 10 كيلو 75.5، 75.5. طبعا الأسعار محطوطة تحت خالص كده، فاحنا بنشوف السعر وبنقول لكم عليه. في تيجان، ده تيجان ده نازل برضو 10 كيلو 67 ريال، 67 ريال. في أبو سنبلتين، أبو سنبلتين 10 كيلو نازل 58 ريال، 58 ريال. في هالي نازل 64 ريال 10 كيلو برضو هالي. في هالي اللي هو الكيس الأحمر ده، ده نازل 64. في هالي نوع تاني برضو الكيس اللي هو الأخضر ده، برضو الكتابة الخضرة دي، نازل 60 ريال 10 كيلو. دي عروض عروض اللي هو الأرز اللي هو بسمتي، أرز بسمتي. فيه هنا برضو في تاج محل، تاج محل 10 كيلو 84 بدلا من 91 ريال، تاج محل. في برضو هنا عروض على أبو سنبلتين اللي هو 5 كيلو، والكمية طبعا أهو موجود هنا، أهو اللي هو 5 كيلو، 5 كيلو نازل ب30 ريال، 30 ريال بدلا من 41 ريال. في باب الهند 5 كيلو، باب الهند الناس اللي بتسأل على باب الهند، كذا واحد سألني على باب الهند، باب الهند 47 ريال بدلا من 53 ريال. في الأبو كاس احنا شوفنا أبو كاس خلاص. في الوليمة، الوليمة 5 كيلو 37 ريال بدلا من 34 ريال. دي كل عروض يا جماعة الأرز المهمة جدا الموجودة في أسواق العصيم، العروض اللي هي بتخلص يوم الثلاثاء 7 فبراير إن شاء الله. برضو نكمل نشوف بعض، احنا شفنا الأرز والزيوت، نشوف المكرونة. المكرونة هنا هالي 3 حبات ب5.25 بدلا من 8 ريال، 85 هللة. ليه هالي؟ المكرونة هالي دي من الأنواع الحلوة على فكرة، وسعرها بيكون كويس جدا. في هنا تونة كاشمي زيت دوار شمس، دي مفتتة 3 حبات ب8 ريال بدلا من 13.5، 160 جرام. دي تونة من الأنواع اللي هي المفتتة، من التونة المفتتة. في هنا برضو زيت زيتون رحمة 2 لتر، ده نازل ب45 ريال، نازل ب45 ريال. في هنا فول مدمس حدائق كاليفورنيا، حدائق كاليفورنيا اللي هو 3+1 ده 450 جرام، نازل ب10 ريال بدلا من 12 ريال. نشوف أهم عروض التونة. في تونة هالي 200 جرام 5.5، 200 جرام 5.5. في تونة جنتل زيت دوار شمس 185 جرام 3 حبات ب14 ريال بدلا من 19.5. احنا هنشوف العروض القوية. تونة المواسم 160 جرام ب5 ريال، تونة المواسم 160 جرام 5 ريال. في تونة جولدن 160 جرام 5 ريال برضو جولدن، دي العروض اللي موجودة في التونة. في فريشكو، فريشكو اللي هي 100 جرام 3 حبات ب9 ريال، 3 حبات ب9 ريال اللي هي فريشكو 100 جرام. دي عروض التونة. عروض ايه تاني؟ احنا كده شوفنا عروض التونة، شوف برضو في عروض على البيبسي اللي هو ال2 حبة نازلين اللي هو العائلي، ال2 حبة 14.5 اللي هو 220 ملي. نخلي بالنا 220 ملي، الملي اللي هو اللي نازل عليه عرض، لان في انواع مكتوب عليها 225 دي مش بيكون عليها عرض. نشوف عروض ورق العنب، ده برضو من الحاجات المهمة جدا اللي بنحب نهتم بيها، عروض ورق العنب. في
عرض على ريم اللي هو 1 كيلو نازل ب20 ريال بدلا من 22. في فيكتوريا 454 نازل ب17 بدلا من 28 ريال فيكتوريا. في حدائق شطورة نازل ب22 ريال حدائق شطورة ب22 ريال. في اللي هو الجاهز ريم 409 ريال بدلا من 10 ريال. اللي هو الجاهز على الأكل على طول فيه السوسن 9 ريال برضو 400 جرام. في السوسن 2 كيلو ب29 ريال بدلا من 35. في فيكتوريا 400 جرام اللي هو المحشي الجاهز ده 400 جرام ب10 ريال و850 جرام ب18 ريال. دي كل عروض ورق العنب المعلب والبارز. في عروض برضو على الزيتون المعلب. في اللي هو الزيتون الأسباني ده 360 جرام ب15.5 بدلا من 18.5. في عروض برضو هنا على التوابل يا جماعة. التوابل برضو في أنواع عليها عروض. في خلطة ماجي حليب بجوز الهند 150 جرام نزل ب13 ريال بدلا من 14 جرام. هنشوف عروض المكرونة. عروض المكرونة في العلالي 450 جرام ب5 ريال. في المكرونة الإيطالية دي الواحدة ب5 ريال بدلا من 5.75. دي دايما بتكون غالية. في عروض على الجود شعرية الأربع حبات من الشعرية. الأربع حبات نازلين ب10 ريال بدلا من 21 ريال. الجود مكرونة الجود وشعرية الجود نازل الأربع حبات زي ما احنا شايفين. ناس كتير واخدة منها النهاردة. طبعا النهاردة الاثنين بالليل يعني بكرة آخر العروض. الأربع حبات نازلين أكتر من نصف السعر هو من 21 ل10 ريال. في وفرة 400 جرام الواحدة ب3 ريال. وفي هالي طبعا أرخص اتنين اللي هي وفرة وهالي. هالي التلات حبات ب5 ريال وربع. تلات حبات ب5 ريال وربع. كده احنا شفنا عروض المكرونة. طبعا احنا النهاردة طبعا مهرجان الطازج ولكن احنا بالليل يعني خلص طبعا العرض بالليل. ممكن بكرة لو في كميات كبيرة بيخلوا العرض بيدوا يوم الثلاث برضو. في اوقات كده الاسبوع اللي فات كان مدوا العرض يوم الثلاث. لما احنا النهاردة بالليل فعشان كده احنا منزلين العروض بروشورات على القناة. نشوف برضو بعض العروض القوية. هنا في عرض على اللبن. لبن داري 2 كيلو 3 كيلو ولا ربع يعني نازلة من 76 ل60 ريال. في لبن بريزيدنت برضو نفس الحجم نازلة ب63 بدلا من 95 ريال. في لبنة هنجاري نفس الحجم برضو نازلة 54 وربع بدلا من 73. في لبنة جرينلاند ده جبنة شبيهة جبنة أبيض 1.5 كيلو ب31.5. دي عروض على اللبنة وعلى الجبنة اللي هي المعلبة. في جبنة برضو دومتي شبيهة جبنة دومتي دمياطي 1 كيلو ب20 بدلا من 23 دي معلبة. في كريمة الصافي متعددة الاستخدام 1 لتر ب20 جنيه. 1 لتر ب20 جنيه. طب هنشوف أسعار البيض يا جماعة. البيض هنا في أسعار على البيض في كذا نوع. هالي البيض اللي هو هالي باسم هالي ده ب23 ريال. 23 ريال. وفي بيض القصيم ثمرات القصيم اللي هو ده ثمرات القصيم نازل ب23 ريال برضه. يعني هالي وثمرات القصيم ب23 ريال. طبعا احنا بالليل فهتلاقوا يعني الكميات خالصة زي ما احنا شايفين كده. الكميات خالصة خالص اهي. في المائدة ب23 ريال ب24 ريال
المائدة و24 ريال. في انتاج اللي هو الاخضر ده، العلبة الخضراء والكميات كلها خالصة يا جماعة، لان احنا بالليل يعني زي ما احنا بنقول ب 22 ريال، لانه في بند ب 25، هنا في الوسيم بيتباع ب 22، فتلاقي عليه قبال كبير جدا. كده احنا يعني قلنا عروض البيض، ثمرات القصين برضو ده كويس. هنشوف في الدجاج هنا، دجاج هالي 800 جرام الكرتون ب 140 بدلا من 165. في بالنسبة لأعضاء اكتساب سادية اللي هي الـ 1300 الكرتون ب 160 بدلا من 204، ولكن لازم تكون عضو في اكتساب. كرتون 1300 في 10 لكل عميل، 2 فقط والكمية خالصة يا جماعة، مفيش يعني ممكن يكون في حاجات بسيطة أو مفيش خالص، الكمية خالصة. في الوطنية 600 جرام الكرتون ب 105 ريال بدلا من 123 ريال الوطنية. في برضه سادية، هو نفس العرض اللي احنا قلناه اللي هو سادية 1300، في سادية 1100 ب 162 بدلا من 194. ده عروض الدجاج المجمد. في داري نازلة 155 اللي هي كامل، اللي هي الوزن بتاعها مش متأكدين كام، يعني الوزن بتاعها 1200 مثلا او 1100 نازلة ب 155 بدلا من 201 ريال. في عروض على الدقيق، في عروض على الدقيق 3 حبات ب 12 ريال بدلا من 18 ريال، ده نوع من الدقيق. وفي اللي هو في نوع تاني، في كذا نوع هنا، اللي هو الكويتي فوم السعودي ده نازل الـ 10 ب 25 بدلا من 29، 10 حبات 25 بدلا من 29. الدقيق الكويتي الواحدة ب 6 ريال، الأولى الـ10 حبات ب 24 ريال. في السكر العرض اللي موجود، سكر هاري الـ10 كيلو ب 30 ريال، عشرة كيلو ب 30 ريال. في سكر الأسرة لأعضاء اكتساب ب 28 الـ10 كيلو، لو مش عضو في اكتساب ب 35. دي من عروض اكتساب، الـ10 كيلو ب 28 ريال سكر الأسر. وفي عروض هنا على الدونات بالشوكولاتة، علبة زائد علبة مجانا، العلبة فيها 4 حبات ب 11 ريال اللي هي دونات الشوكولاتة دي. في برضو هنا الكيك الواحدة ب 20 ريال بدلا من 30 ريال، الكيك دي ب 20 بدلا من 30 ريال. طبعا العروض دي يا جماعة في العسيم النهاردة الاثنين، بكرة آخر العرض يوم 7 فبراير. بنكتفي بهذا القدر من الجولة اللي احنا عملناها في العسيم النهاردة على المواد الغذائية الأساسية وبعض العروض المهمة جدا. شفنا الدجاج والبيض والأرز والزيوت والسمنة والأرز المصري. أتمنى لو أنت وصلت لنهاية الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. كونوا معنا دايما، كل يوم معنا جديد، جوكر العروض نسر اليوتيوب من كل الأسواق، كل يوم معاكم في جديد. أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.